السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة بريستيج في موديلات جداد من الموديلات اللي انا شخصيا كنعشقهم اللي هي مرمة الجوهر. كما كتعرفوا يعني الخدمة ديال مرمة الجوهر من الخدمات الأنيقة، والحمد لله كنت من الاوائل اللي حطوا موديلات جداد وخدموا معاكم موديلات جداد. باقي لحد الان الناس كيدخلوا لفيديوهاتي وكيسولوني على الطريقه ديال التركاب، طريقه ديال الخدمه، طريقه ديال الهدب، طريقه ديال بزاف الحوايج. كنبغي نقول لكم ان في البلاي ليست في القناه كاينه واحد البلاي ليست اللي فيها مرمه الجوهر، فيها جميع الدروس ديالي من ا حتى زد. هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه، صورت هذا الفيديو صراحه بالزربه باش ما نتعطلش، نحطو لكم باش تختاروا خاطركم الموديلات اللي غادي اللي غتبغيوهم في هذا رمضان بالنسبه للعشاق المرمى والناس، لان دخلوا عندي الناس كاينين باقي ما عمرهم خدموا، عاد غيخدموا هذا العام. فهادو موديلات حنين اخرين اللي نتمنى انهم يعجبوكم، ينالوا الاعجاب ديالكم كالعاده. غنقول لكم ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش التعاليق الزوينه اللي هي كتحفزني وكتشجعني اكثر واكثر على انني نبقى متواصله معكم. التواصل معايا دائما كنتمنى يكون عبر الانستغرام اللي غنخليه لكم ايبانغلي في اول تعليق، وكذلك غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، خفيف ظريف طبعا. اكيد كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم اللي هي جميله بريستيج.